شبكة مزامير آل داود تقدم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماء الله. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب والآن ماء حتى إذا جاءه
تحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والله سريع الحساب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير
الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من عليك يا عم البركة شرف حاجة عظيمة قوي الله يفتح عليك فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج
فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه التلاوة من آية ذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نقلناها لكم من مسجد سيدي أبي العباس المرسي بالإسكندرية.